هاد الوقفة هي تظاهرة، هي تظاهرة كان نورمالمون حنا كنطالبوا اليوم، عندنا مطلب واحد اللي هو التعويضات على الحراسة الليلية، ولكن القضية التمريضية هي فيها مجموعة ديال المطالب، فيها مجموعة ديال المطالب، والقضية التمريضية ولات معروفة على القطاع الوطني، لكن اليوم اختارينا من ضمن المطالب اختارينا واحد المطلب اللي هو استعجالي خاصنا نهضروا عليه، وخاصنا نلقاو آذان صاغية اللي هو التعويضات على الحراسة. التعويضات على الحراسة نورمالمون حاليا كدير واحد 12 ساعة ديال الخدمة في ظروف كارثية، ونقدر نقول عليها كارثية، لأنه كاين خصاص في كاين خصاص بشري وخصاص مادي، الموارد المادية من آلات وهذا إلى آخره، فكنخدموا في ظروف جد صعبة جدا على الممرض. وإذا بينا كنتفاجئوا أن الاحتساب ديال التعويضات هو فقط 10 دراهم لكل وحدة، 10 دراهم حاليا ما كتكفيش حتى شي حاجة، وهذا راه ماشي، هذا راه سي اون انسولت لانفيرمي، أنك تعطيه دي غام بور توت اون كارد دو نوي، سي اون انسولت، سي اون سي اون اونت، سي اونتو. فاليوم احنا جينا كنطالبوا من السيد المسؤول اللي هو السيد المدير الجهوي ديال الدار البيضاء ستات، انه يمتثل لاوامر السيد الوزير ويديروا مثلا هذيك الطريقه اللي بعض المناطق وبعض الجهات امتثلوا ليها في احتساب التعويضات، حتى هما يقتديوا بهم ويحسبوا هذوك التعويضات بنفس الطريقه، يعني الطريقه تكون موحده على الصعيد الوطني. هذا الشيء اللي احنا اليوم كنطالبوا به. ليس من معقول ان واحد يخدم لاجارد ويدير لاجارد بواحد 10 دراهم للساعة، فدابا راه جبتي عامل في قطاع اخر واللي ما وصلش لهذا المستوى الدراسي راه ما غاديش يقبل يخدم ب 10 دراهم للساعة. الرسالة اللي ديال وزير الصحة هو إعادة النظر في هذه الطريقة ديال الاحتساب ديال البريم ديال الحراسة، تعويض على الحراسة، حتى يتماشى مع المجهودات التي يبذلها الممرض وتقني الصحة على العموم، خاصة أن هذا قطاع اللي كيخدموا فيه الناس في الليل في الأعياد الوطنية والأعياد الدينية، اللي الناس جالسين والناس كيقدموا واحد الخدمة اللي هي نورمالمون أولوية، يعني الصحة أولوية على المستوى الوطني، وبالتالي يجب تقدير هذه الأولوية ولو بشيء بسيط من الحساب الذي يكون مرضيا لهذه الفئة.